لك ابو نحلي عم تبيع فلافل ببلاش؟ لا لا لا، انا عم برس انبوس للزباين مشان يجوا يشتروا. شو هالحكي؟ عم ترش انبوس مشان تجيب الزباين وتبيعها؟ مرزوق، بس اول قرص ببلاش بعدين الباقي كله بمصاري. اصبحنا هوني قرص ببلاش لشو؟ يهوتك رابحين اختي. وي على قرص. يسلم وديات. والله شيء ظريف. عن جد؟ عجبوك مرتو؟ عجبوك؟ طبعا عجبوني. الله يرضى عليك، حط لي 10 قراص ادوقهم لابو حدو. بدك تدوق ابو حدو 10 قراص؟ لا، 9 لي انا بدفع لك حقه، والعاشر بدي ادوقه يا لابو حدو. هي مو تكرم هناك. يا سلام، والله شيء ظريف. هذا سخن هلا تنبس. اسلموا اسلموا. هلا متى ما اجى ابو حدو بعت لك حق 9. ايه لا تنسى، هات بعت لي حق 9. يا لعيني، يلا علي علي ابو مرزوق، تبعتني حق 9 بس ما اعطيت لك غير 9 رؤوس. يا ببلاش يا ببلاش يا ببلاش يا ببلاش. فلافل يا فلافل يا بلاش يا بلاش. مبروك عليك تخرج بنتك نسيمة. الله يبارك فيك يا مختار. فينا نقول هلأ صار عنا حكيمة بالحارة. لك على راسي يا أبو عزام، نحن بنكبر فيكم. دخلك وين بدها تصير عيادتها للحكيمة نسيمة؟ وين الحكيم القديم بالحارة؟ نفس العيادة. عال عال، إن شاء الله بالتوفيق. الله يخليك. آمين يا رب، آمين يا رب. يحيى تعال يا ابي، تعال تعال. يا طبيعي مني ابي، هالي بري شاي وحاسب حسابك تشرب معي كاسه شاي. ايه على راسي. مسيك يا ابي مسيك. سلم ايديك. بدي خبرك خبر حلو. هات لنشوف. لقيت دكان رح استكريها من صاحبها. عن جد عم تحكي يا بي؟ عن جد؟ ايه يا ابي. بقى شد لي همتك مشان نشتري عدة البيطار. وانا جاهز، هلا بعطيك مصاري، من بكره بتنزل بتشتري كل شيء بدك اياه يا بي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويخلي لي اياك ويفرحني فيك يا ابني. الله يخلي لنا اياك ويديمك فوق راسنا يا رب. الله يرضى عليك يا ابني. بيي، والله انا حاسس انك بطلت ترجع لامي. ابي سبق قلت لك انه بدي استشير الشيخ عبد العليم. بقى شو بيقول الشيخ عبد العليم؟ نحن بنكون طوى امره. بكل الاحوال امك رح تعيش معنا هون بالبيت معززه مكرمه. لا تاكل همها. ايه كثير منيح هيك يا بي، كثير منيح. واذا هيك الموضوع انت بتعرف شو تشتغل. مثل ما قلت لك يا بي، لا تاكل همها لامك. امك والحفظ والصون. يا خزران لك وين؟ الشام كبيرة خير الله، وناسها كتار كتير. تفضل. يسلم وديكي. قرب صحنك حبيبي. تفضل. سلم الايدين يا مو. صحة وهنا. وهي الأكل صار جاهز. يسلموا ايديك يا خيزران، شكله الأكل كتير طيب. إن شاء الله ألف صحة وعوافي. خيزران على قلبك. روحي على شغلك. إيه أمرك. إيه يا بي، شو عملت اليوم؟ يا بي والله اشتريت بضاعة ونزلتها بالدكانة، يعني سعر السجاد عم يزيد، قلت للحق حالي. حلو كتير، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا بي، الله يعافيك. معناها بتضب البضاعة بالمخزن وبتراقب السوق، ولما بتشوف السعر ارتفع بتفرد بضاعتك بالدكانة. تربايتك يا بي، أمرك.
الله يرزقك حبيبي وشوفك تاجر قد الدنيا. الله يسلمك يا مو، يخلينا اياك يا رب. ابنك ذكي يا ابو فخري، وبكره رح يجمع مصاري كتير لانه عم يعرف يفكر ويحسبها صح. ابن ابوه لا تخافي عليه. ماني خايفه عليه يا قبرني، ما شاء الله عليه فتح وقبضاي. يلا رح صب لكم قبل ما يبرد. هات قبرني، هات لصبر لك. وسلم عليك يا مو. لك ريته صحه وهنا. تمام شوي. قربي صحنك شوي. عيش وطيات. صحة وهنا. قول غزيلي حالك تأمرني. لك يا زهور. لك وينك يا مرة؟ لك زهور. نعم ابن عمي. الله يرضى عليك، أعطيني شيء نظيف، بدي أعرف أقعد ببيتي. ما في شيء تلبسه ابن عمي. اوف ليش ما؟ يعني اوعي كلهم بالغسيل، بس باذن الله تعالى بكره رح اغسل لك ياهم. يا سلام، شو مروق انا بعيشتي معك يا زهور. شو بدي ساوي ابن عمي؟ شو بدي ساوي؟ ما فضيت اغسل اوعيك. دخلك؟ وبشو كنتي مشغوله انت وبنتك هي مصفوفة الرقبة؟ كنا عم نعزل البيت عمي. ايه ها، ما تاخذوني. شو ليكون مو عاجبك؟ لا لا، عاجبني عمي، عاجبني، مبسوط منك ومن امك كثير انا. لا تزعل مني ابن عمي، والله هالكاني من شغل البيت والله. الله يمضيه على خير. شو هي عمي؟ عيشتي عمي، عيشتي الحلوه معكم، الله يرضى عليكم، مبسوط كثير انا. ايش كان مو عاجبتك العيشه معنا لإلك بيت ثاني تعيش فيه عمي؟ ايه؟ شو علي؟ قولي على قامتي، ليش هيك حكيتي؟ مالك سمعاني شو عم يحكي عليك ياما؟ خلص اتركي، الزلمة معه حق، كان لازم نغسل الغسيلات، وكان من الأصل بلاها نروح على بيت خالك. لا مو بلاها، وأنا ما بمد إيدي على أواعي منو بياما. الله يصلحك يا بنتي، الله يصلحك. ما أدري صار شيء عبد العليم. قل لي أبو النار، يعني ما لفظت للكلمة؟ لا، أنا بحياتي ما رميت عليها يمين الطلاق. معناتها ما بدك عقد قران جديد لانها زوجتك على سنة الله ورسوله يا ابو النار. والله يا شيخنا، يا سيدي الف الحمد لله، انا بس اجيت اسالك من شان الحلال والحرام. الحمد لله، لا اطمن اطمن ابو النار. كتر خيرك يا اخي. خير الله. يلا سلام عليكم. بامان الله ابو النار. يلا يلا. مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صفية. نعم يا بيك. اسلموا هالإيدين يا صفية، يا أحلى وردة بهالبيت. تأمرني شي يا بيك؟ ناوليني كاسة المي بالله. لا تخافي صفية، شبيك؟ تأمرني بشي تاني يا بيك؟ سلامتك صفية. شكر، مصرياتك جاهزة، جبت لك الفرد مع فشك كمان. هات الفرد واسبقني على القهوة، هلا بجيب لك المصاري لهنيك. أكيد، مو تغط وما تجي. لك عيب عليك. حلال على أبطلال. هات لشو. خذ لك شوف لي هالقطعة شو حلوة. مجربها؟ ولو، مجرب على كيف كيفها. يلا يلا روح درمل قدامي لاحقك. سلام. بس بلش شغل ما رح اخذ اجره معينه من اي حدا فقير ومعتاز،
ورح أقدم له دواء كمان إذا كان موجود عندي. يهلك بنتي، بهيك حالة بحياتك ما رح يصير معك مصاري. ليش بقى؟ لأنه كل أهل الحارة عنا معتازين ومحتاجين، مو هيك ابن عمي؟ خليها تداوي الناس المحتاجة ببلاش، منيح هيك. أيوة، وإذا كان إجاها حدا مو محتاج يعني؟ حتى لو كان مو بعازي بتاخذ منه نص الأجرة اللي بياخذوها الدكاترة. خلي العالم تحبها ويجوا لعندها، أحسن ما يتداووا برات الحارة. يسلم لي اللي بفكر مثل ما بفكر. أيوة. إيش مين اللي مربيكي؟ مو أنا؟ خلي لي إياك يا أحن أب بالكون. على راسي والله يا بنتي. ما لي وجود أنا لأنه، ما لي وجود. أنتِ تاج راسنا. لك تقرصوني، الله يخلي لي إياكم. سألت الشيخ عبد العليم، قال لي طالما ما رمت على يمين الطلاق فهي بتضل حرمتك على سنة الله ورسوله. إيه الحمد لله يا بي، الحمد لله. شو بدنا أحسن من هيك؟ انبسطي يا أمي انبسطي، لساتك على ذمة بي مثل أيام زمان. الله يقدم اللي فيه الخير، الحمد لله. الله حلو عم صغير. يعني انت عليها وسهلين. دول عقر مسدس 20 ورقة حلال على الطلاق، الله يبارك لك فيه ويعوض عليه. ما قلت لي الشغلة ظابطة ولا زعربه؟ ولو يا بضاي محسوبك ابو غضب ما بيشتغل غير عن ضيف. خلينا نجربه بالاول. تجربه؟ لك شكري؟ براس مين بدك تجربه؟ ربيتك من حالك، براس مين بدي جربه يعني؟ هي كلمة عم نحكيها لغوي. من تعلينا؟ بس أنا قلت لك إنه الدنيا أمان، يعني إذا بدك تحمله ليش ما بدك تجربه؟ أخي أنا هيك طبعي، يعني بحب كل شيء يكون على المأمن والمضمون، صار ما صار سلاحي على جنبي. بنت علينا يا أبو ضاي. هو غضب مالك أنت كل واحد بتبيعه سلاح بتحقق معه هيك. أه يا أبو ضاي، نحن بس اللي بنحبه قلبنا عليهم بنسأله. إيه لكان بمعيتك، هون حفرنا وهون طمرنا. وحياتك لا شفتني ولا شفتها، منيح هيك؟ منيح، منيح كتير. الله حيو أبو غضب، شو تشرب؟ نشرب شاي. على عيني. يا عيدو! بعرفك اهبل. قلي لشوف قديش الغله اليوم؟ شبي شاي. يعني ما رح تقلي؟ يعني يعني شلون بدي اقول لك اذا انا بميتي موجع راس ببلاش؟ يعني راح المباح. طيب بسيطه، من بكره بتوقف بيع البلاش. يعني قولتك بترجع الناس بتشتري من عندي؟ ايه لا تاكل هم، خلص طالما حبوا طعمتها رح يرجعوا يشتروا من عندك. ايه الله يسمع. اشربي لا.